مش بيهتم بتنظيف اسنانه اكيد مش هيهتم بجنبه وجنب. علم الاسنان تقدم بشكل كبير جدا وبقى جدا يعني علم متعدد الاطراف. كله من الاول زرع، علمت انك تتابع هيطلع كويس، علمت انه ينظف هيطلع كويس. استاذ دكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه طب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كليه الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحين الاسنان. اهلا بكم. انتوا طبعا عارفين الهالوين، الهالوين هو عيد الرعب، عيد الفزع، يعني الناس بتقعد حتى في الهالوين يلبسوا بقى ملابس كده مرعبه وبتاع ويعملوا في بعض مقالب مرعبه. فطب الاسنان يوجد ايضا في راي هالوين. والسؤال الذي اريدكم ان تفكروا فيه ثانيتين، ما هو في رايكم هالوين الاسنان؟ اي حد في الجيل بتاعنا كان عندما يذكر امامه زراعه الاسنان كان يفكر دايما في الرعب، الرعب الذي سيصاحب هذه الكلمه زراعه الاسنان. يا خبر ابيض، هزرع يعني شنيور هيدخل وممكن يجيب دماغي ويجيب مخي والم، واكيد نزيف والم ونزيف وسهر ليالي بصداع ومضادات حيويه ومسكنات وخلافه. اصبحت الزراعه الان ليست هالوين على الاطلاق، بل بعتقد انها بقت يعني زي ما نقول كده يعني عيد الفرح يا رجال، حاجه جميله خالص لطيفه في خلال دقائق معدوده انت بتطلع وانت عامل هذه الزراعه. تكنولوجيا الزراعه وتقدمها بقى مذهل للغايه، لكن في ناس كتير لسه بتتخوف، في ناس كتير ماشيه من غير سنه خالص بين سنتين وقالوا لهم الحل هو الزراعه وخايفين، يقول لك لا 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 يا عم زراعه يا نهار ابيض، ويا الجو الى اساليب اخرى غير الزراعه، وفي الاخر بيدفعوا الثمن قاسي جدا نتيجه تخوفهم ومعتقدهم في هالوين طب الاسنان. هو السؤال، هل ما زال موجود ولا هو شبح في عقول الناس زي الهالوين الكلاسيكي اللي هو عباره عن اسطوره اساسا؟ تعالوا نفهم اكثر واكثر ونقترب اكثر واكثر مع ضيفتي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير الاستاذ دكتوره اسراء السعيد. اهلا بك يا دكتوره. اهلا يا دكتور ايمن. في الامس القريب كان عندنا مثلث برمودا واليوم عندنا الهالوين. بس مع هالوين ضيفتي يا حبيبتي. هل الزراعه فعلا رعب في عالم طب اسنان؟ الناس بتعاملها معامله بصراحه غريبه جدا. يعني تيجي تقول لي مثلا المريضه تيجي تقول لي انا ممكن اعمل اي حاجه الا اني اركب الشنيور اللي بيدخل في العظم وينطوره ديت ويقوم وتقولي لي زرعت لك. مفيش الكلام دوت، مفيش الكلام دوت. شنيور ايه وعظم؟ يا جماعه دي افلام رعب والله. يعني يا ريت نبطل نتفرج على التلفزيون. والاجمل بقى تقول لك ايه، وما ركبش تركيبه ثابته ولا متحركه. طب ايه؟ طب ايه؟ ايه؟ يعني طب اقول ايه؟ يعني طب اديني باب، اديني باب ارد فيه، يعني اديني افتحي لي باب. يبقى ضل كده عصايه بتاعت السحر وبوجا شوجا بقى فالبوكا بالظبط. الحاجات بتاعت السحر. لا هو بس الناس فعلا بتخاف من الزراعه بشكل انا مش لاقيه له تفسير، يعني ومتصورين ان احنا بنجيب فعلا شنيور وبنحط فيه مسمار ونقوم داخلين كده في العظم وننطور دم، ومفيش الكلام ده خالص. القصه قد ايه سهله ومبدعه، قد ايه ان انت ممكن في 10 دقائق تطلع حاطط سنه او ضرس. موضوع بجد لطيف بس يتدرس صح. حلوه دي، هي دي بدايه الحلقه. اذا هناك هالوين في عقول الكثيرين ينبغي ان نزيله ونركب بداله الوقيع الوقائع والحقائق، بس تتدرس صح، بس تتدرس صح. هي دي هتبقى يعني ممكن انا اذاكر الحاله في ساعتين وانفذها في 5 دقائق بس تنجح ان شاء الله 100%. اذا سنذهب الى الجزء الاول، الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ في اللقاء اللي فات الرمادي اخترتيه بشده، يعني النهارده هنشوف اذا كان الرمادي هيكون مسيطر على الحوار ولا هيكون الالوان المحدده. قول لي انت عايزني اختار لون ايه واختار. لا انا 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 ببقى فرحان قوي لما يكون الرمادي. انا بحس اني بقعد افكر، ببقى خايف ازعل الناس قوي. السؤال الاول، الزراعه او زراعه الاسنان هي وسيله علاجيه وليست تجميليه.
طيب لو انا شلت وليست وحطيت اكثر منها وسيله تكميليه بسؤال بطريقتين، علاجيه ليست تجميليه او علاجيه اكثر منها تجميليه، ابيض اسود او رمادي؟ لا رمادي. رمادي برضه الاثنين. ايوه الاثنين. أيوة يعني رمادي ده هيفتح لنا حوار. ايه بقى هو القصه في ايه؟ ان انت ما بتعملش حاجه واحده. يعني واحد ما عندوش دروس خالص وانت عايز ان انت تحط له دروس ياكل عليها، دي مش موضوع تجميلي بس، ده موضوع وظيفي اكتر. يعني حد مش عارف ياكل، في حد مثلا عنده بقه كله فاضي محتاج تحط مثلا من 6 لـ 8 زرعات علشان يقدر ياكل عليهم. انت مش بتتكلم في تجميلي بس، بتتكلم مع وظيفه مع تجميل. في مثلا بالنقطه قمر زي كده، انت بتتكلم في حاجتين. اولا القصه دي احنا حليناها في 10 دقائق بعد ما انا قعدت ادرس الحاله كويس، لان برضو الناس عندها اعتقاد ان احنا يلا نزرع اطلع مسمار من تحت واقوم حطاه وخلصه. لا خالص، انا لازم اقعد افكر في الحاله كويس واشوف الاطوال بتاعتي واعمل سي بي سي تي واشوف كده الدنيا دي هتمشي معايا ازاي، اطبقها في 10 دقائق بس ابقى عارفه انا واقفه على ارض شكلها ايه. طبعا اكيد هي نفسيتها تعبانه قوي. احنا خلصنا القصه دي بالظبط في ربع ساعه. احنا على فكره مش حاطين لاست نام بورسن ولا حاجه، ده مؤقت، ده عباره عن كراون بلاستيك حطيته بس منظر علشان هي نفسيتها تهدى، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي اجيب لك الصور بتاعتها بعد ما نركب بقى بورسن ونبيض. هتلاقي الوضع هتغير تماما. بس حرام، دي حد ماشي عامل ايده كده يعني متصور، ودي بنوته صغيره على فكره. فانت حليت القصه بس المهم تحل صح. اهم حاجه في الزراعه اولا اختيار النوع بتاع الزرعه، اختيار هي 1 بيس ولا 2 بيس، يعني هتحطها كلها مره واحده ولا هتحط جزء بتاع العظم وتستنى على التاج بتاع السنه فتره. اهم حاجه نوع العظم هيستحمل ولا مش هيستحمل، قاع الانف قريب منك ولا مش قريب منك. يعني النهارده الصبح انا لسه عامله عمليه، رفعت الجيب الانفي كله، رفعته كله. طب انا لو كنت عملت زراعه من غير ما ارفعه، حاجه من اتنين، يقول لك انت مش حالي زراعه لان انا ما بعرفش ارفع الجانب الحاجز الانفي اللي هو الفلور بتاع الـ 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 اللي هي قاع برنامج زي ساينس. يا اما اقول لك انت ما تنفعش خالص كحال زراعه، وده في حد ذاته غلط لان هو القصه الدكتور بيعرف يعمل رفع ولا ما بيعرفش. يا اما هعملها ونخرم الفلور بتاع المجزري ساينس اللي هو الحاجز الانفي. لا مش الحاجز، القاع الجيب الانفي. قاع الجيب الانفي بالظبط كده. وممكن نخرمه وتلاقي الاكل بيدخل من بقك يطلع من مراخيرك، ودخلنا في قصه مش جميله خالص. ده اللي بيعقد الناس من الزراعه، ان الحاله مش مدروسه صح. انا فعلا باخد وقت طويل في الدراسه واخد وقت قصير جدا في التنفيذ، بس وانس ان انا نفذت باذن الله بتبقى نتيجه مرضيه. السؤال القادم سؤال ادوار. يعتمد او تعتمد الزراعه في المقام الاول على مهاره الطبيب. في المقام الاول. طيب كده خلص السؤال، ابيض الاسود ولا رمادي؟ بس انا حاسس انه المفروض احنا نبين اعتمادات الزراعه على ايه غير ما يعني اكيد في المقام الاول مهاره الطبيب. لكن بس لا مش بس، يبقى الكلام صح ابيض. ابيض. بس في برضه عندنا فاكتورز تانية. يعني في فاكتورز المريض، عوامل عوامل المريض. المريض المفروض ان امتى ادام عملت زراعه تمشي على الدواء اللي انا بكتبه بالظبط، ان انت ممنوع التدخين لفتره معينه، لازم تنظف سنانك، لازم ما تهمل، لازم ما يكونش فيه مثلا ما تركبش السنان كلها ونقول لك نعض. لا ما نعضش، عملت كل الفاكتورز دي وانا عملت الفاكتورز بتاعتي كلها ان شاء الله النتيجه حلوه. يعني مثلا الحاله دي اما اجي انا كنت لسه عاملاها النهارده الصبح. الحاله دي فيها فكره، الفكره بتاعتها ان احنا عندنا دلوقتي سنه مفقوده، احنا دلوقتي دورنا على الجيب الانفي شفنا وضعه ايه، نوع العظم احنا عندنا دي 1 و2 و3 و4 و5، النوع العظم دوت شكله ايه، السنه ديت هنحطها بطول شكله ايه. انت عندك عوامل كتير جدا لازم تدرس الاول وتدرس بدقه جامده. تخيل بعد ما درسنا كل الموضوع دوت وروح لاكتر من دكتور وكان هيزرع ومعرفش هو جالي بقى قدر، اكتشفت ايه؟ اكتشفت بعد انا بحب المريض اقعد مع الاشعه بتاعته كده لوحدي بالليل مع نفسي خالص، اكتشفت ان عنده سنه مدفونه وهو ما يعرفش. هتشوفها في الاشعه، بص المكان الفاضي دوت، بص فوق في العظم سنه مدفونه. وللاسف مش سنه مدفونه عاديه، دي سنه مدفونه وشكلها مش سنه، يعني هي حاجه كده مشوهه، لا هي سنه ولا هي تقدر تقول عليها ورم. ورحل اكتر من دكتور هو مش عارف ايه الكلكيعه اللي موجوده في العظم، فقال لك ايه ان احنا ندخل جوه الكلكيعه ديت علشان هي قويه وفيها عظم كتير، ندخل جواها بزراعه. طبعا مفيش حاجه اسمها كده.
لا ده هو لازم نعمل العمليه ونشيل الضرس او السمنه المدفونه ديت. وعلى فكره هي السوبر ميموري، يعني هو خلص العدد بتاع السنان بتاعته والسمنه الدايمه طلعت واتخلعت، ودي سنه ثالثه، يعني زي ما تقول دي ثالث جيل لنفس السنه. خلاص دي لازم فيرجن ثالث فيرجن. خلاص احنا كده لازم تعمل عمليه وتشيلها، مفيش حاجه اسمها ان انا اعدي فيها واعمل نفسي مش واخد بالي على اساس انها ايه عظم فعظم على عظم، مش حاجه اسمها كده طبعا. هذا بقى للسؤال الصراعي، لان الصراع كبير قوي بين الشركات. انا اعتقد ان دلوقتي بقت الصراع، لانه الشركات هنا انترناشونال او مالتي ناشونال كمباني، فنوع الزرع بيلعب دور كبير اخر في الزراعه. طبعا يعني في زراعات ابيض. يعني في زراعات اولا هي لازم تبقى معتمده، ماشي، ما ينفعش زرعه كده في حد اخترعها، لان للاسف في طلعه موضه بايخه خالص ان في مكان في مصر بيعقم الزرعات اليوزد او اللي هي اوريدي كانت في بق حد، بيعقمها بجامرايز ويحطها لك في انبوبه كده ويديها لك، ودي لا دي فعلا موجوده. لا ما ينفعش، لازم حاجه تيجي مغلقه مقفوله. ده في كمان زرعات صيني ب 75 جنيه الزرعه، اللي هو ازاي ده؟ انت لو عملت في ناس مش هتيجي الرقم ده. سمعت انها، بس ما اعرفش الكلام ده خيال علمي ولا بجد، ان في ناس بتعمل اجزاء من الزراعات في بيخرطوهم في اماكن موجوده في مصر. الكلام ده بجد؟ للاسف بجد. ده مش تفكيك عادي، بتجيب حد يخرطها، ما اعرفش ده اسمه ايه، الشخص ده بيبقى اسمه ايه، بيخرطها خراط ما اعرفش، وبعد كده بيغطيها بطبقه ضد الصدى، وبعد كده بيوديها يعقمها في حته كده، بيقول في حلوان مش عارفه فين، بيعقمها بجاما رايز، وبعد كده انت بتاخدها تحطها في بق العيان. ما تكلمنيش عن النتائج. لا دي كوارث. ما تكلمنيش عن النتائج. لا ما ينفعش. يعني اللي احنا بنقول عليه ده جريمه، يعني القصه دي حاصله. لان انا بص، انا اللي حكاها لي مره انا افتكرته بيبالغ او بيقول كلام خيال علمي. لا موجوده. قلت لهم انا مثلا الواحد ممكن ايه يعمل حته غيار عربيه في يخبطها في بتاعها، شافها فخدها فعمل لها ايه تقليد، مثلا غطاء مش عارف ايه بتاع دي المطوء، اي حاجه ممكن ده يتعمل وشيء محمود كمان. لكن في حاجه طبيه ياخدها اوديها لخراط عشان يعمل لي خرطه بتاع ده للاسف خيال علمي والسفاهه والافتراء. ولو ده ثبت، اللي هيعمل الجرم ده لو ثبت عليه هذا الجرم لازم يتعلق في ميدان ويتخلع له اسنانه كلها ويعني في حاجات كتير. طيب وبعد كده تقول لك الزراعه سمعتها وحشه، طب ما احنا يا جماعه احنا عملنا ايه؟ يعني مثلا الناس اللي بتعمل زراعه بارقام منخفضه جدا، طب انت ما سالتش السعر ده جه ازاي؟ الزراعه ما هو لازم الدكتور ده، في صيني، في صيني بارقام ما تنفعش، وفي مصري مخروطه، وفي حاجات ملهاش ما هياش دوكيومنتد اصلا ولا كلام يعني سيرتيفايد اصلا ولا الكلام ده. اللي يزعلك ان الدكتور عارف والمريض موافق. يعني لما انا اقول لك ان انا هجيب لك عربيه موديل 2017 ب 1000 ونص، ما انت ما تفكرش مثلا طب ازاي الاوبشنز دي كلها بالرقم الصغير ده كله ازاي؟ والله بتلاقي حاجات كده محطوطه، ما اعرفش ناس بتهزر ولا عربيه مش عارف ايه اكس اكس وتمام وبتاع وتكتب رقم قدامها كده لا تبص كده. انا هنزل هنا ولا ايه؟ انا عجزت ولا ايه؟ انا مش شايف. لا طبعا ده موضوع مهم قوي ان الناس تعرفه، ان الزراعات ديت انواع، اهم حاجه انها تبقى سيرتيفايد، ما ينفعش زراعات بلا مجهوله الهويه. واخده شهاده. بالظبط، لازم تبقى حاجات معتمده، لازم الدكتور اللي بيعمل دوت يكون يعني ذو سمعه جيده، لازم تبقى انت برضو متابع الاحداث دي كلها، ما ينفعش اي حاجه سعرها قليل انا اجري عليها. والله ده غلط، والمريض اللي بيدفع الثمن، مين اللي هيطلع صديد ومين اللي هيخسر سنانه والعظم والامبلانت بينزل بالعظم اللي حواليه. ده تاريخ. انا بحب التاريخ. بحب التاريخ، بحب اجيب الحاجه من اولها. ده تاريخ الزراعه زمان. زمان بقى كانوا بيجيبوا السنان المخلوعه او السنان اللي هي الاخلاخات، يرجعها تاني في مكانها ويقوم رابطها بوايرز، واخد بالك الخرم اللي معدي في السنه دي، بس مش عارف ازاي قدر يسيطر على عصب السنه. على فكره ده طبعا محطوط في متحف، يعني الكلام ده متحفي. ده كلام ده فك بني ادم. بس على فكره هم ابتدوا زمان الزرعات بالويدجز الخشب، وبعد كده بص حضرتك ده اسمه بليد شفره
بالظبط شفره جميل والله. تخيل ان البليد دوت بتفتح انت العظم بالعرض. ده كان زمان وتقوم منزله. ده كان زمان يا جماعه اللي انتوا شايفينه دي كلها صور قديمه تاريخيه. ده الكلام ده مثلا في الخمسينات والاربعينات اعتقد. مين ده قبل كده كمان؟ كمان ثلاثينات. ثلاثينات. ده خرافه جديده. انت عامل هاكس يمين وشمال وحاطط مسامير حقيقي ريلي مسامير قدام وورا. دي كانت امتى بتتعمل دي؟ لا دي حاجات قديمه. دي حاجات تاريخيه. انت بتفكر. انا عايز اوضح لك قد ايه الموضوع اتطور جدا. كان معاناه. تخيل ان الهلب سفينه ده في بقك. تخيل هلب سفينه ايه؟ ده بالظبط. انت عارفه بتاعه الحدود الحمر؟ عارفه والله العظيم دي بتاعتها. خلي بالك كمان المسامير اللي في النص دي ستانلس ستيل. يعني برضو مكلفين الحاله. مكلفين. الحاله متكلفه. دي تقريبا كان ملك هنري. كان زراعه دلوقتي بقى احنا دخلنا ان احنا بنعمل الموضوع دوت في خطوه واحده. مع احسن حاجه دلوقتي موجوده هي التيتانيوم. وطبعا بتبقى متغطيه معموله بسيريز. وبعد كده بتغطي بقى انت الزرعه ديت بحاجه زيركون. لا طبعا الموضوع مختلف. الموضوع مختلف خالص. اكيد يعني. اذهب على سؤال مهم قوي قوي قوي. سؤال برضو علمي جدا. يعني يعتقد الكثيرون ان كثافه العظام تلعب دور كبير سواء في فشل او في نجاح الزراعة. صح ابيض. صح جدا. كثافة العظام ابيض. جبت لك ابيض عشان ما تقولش كل رمادي. كلنا كنا رمادي. الزراعة كثافة العظام دي ساعات ما بيبقاش ليها حل. طب بتعملي ايه؟ لا دي بقى ليها حلول كتيرة. دي بقى البراكس بتاع الدكتور. دي ايد الدكتور وطريقة تفكيره. يعني انا ممكن دلوقتي اعمل كومباكشن وانا داخلة للعظم ان انا اعمل له ازود الكثافة بتاعته. كثير. طبعا للاسف دي حالات انا يعني بوريك حالات جاية من عند ناس ثانية. للاسف يعني حضرتك هو ما فيش كثافة عظم. هو حاطط الزرعة يعني هو تقريبا معلقها في الهواء. هنا بص حضرتك يمين وشمال. رغم على فكرة الزرعة نوعها حلو. وفيها سيريشنز حلوه ومقاسها حلو ودخلتها وانجلز حلوه موازيه للي جنبها كله حلو. بس انت حطيتها في مكان مش مناسب. عشان كده لما قلت لك اهم حاجه تدرس الحاله كويس. اهم حاجه السي بي سي تي في حاله الزراعه. مفيش حاجه اسمها اصلا انا بحاس. اللي هي الاشعه القطعيه. بس الاحدث منها بقى اللي هي الكمبيوتر بقى. الاحدث منها يعني اللي هي كوم بيم قصدي. لازم الحاجه دي تبقى مدروسه كويس وانت عارف الليفل بتاع العظم شكله ايه. يعني مثلا هنا الليفل بتاع العظم قليل. انت ممكن تحل المشكله دي في ثانيه انك تدخل في العظم اكتر شويه علشان لما يحصل بون ريستشن او انخفاض في مستوى العظم الزرعه ما تظهرش. ما ينفعش يبقى ماشي وفي حته رمادي. يبقى انت كده ما عملتش حاجه تجميليه ولا حتى وظيفيه لان هو حتى مش هيعرف ياكل عليها. ديت للاسف المستوى بص حضرتك الكراون حاطه تحت مستوى الامبلانت. الامبلانت طالع منه بلس الامبلانت داخل بزاويه غلط فهو اوريدي طالع لبره. فهو علشان يعدي القصه ديت اما طول الكراونز خدت بالك ان التربوشين او التو كراونز اللي على التو امبلانتس هم مسافرين هم طالعين لفوق لوحدهم خالص. ليه كل القصه ديت؟ لان الديزاين كان غلط من الاول. الانجل اللي دخل بيها الامبلانت ما كانتش مظبوطه من الاول. السؤال الجاي مهم جدا ومرتبط بالسؤال السابق. يعني الاثنين يعتبروا مفصلين لبعض لانه اعتقاد البعض ان زراعه الاسنان لا تصلح لكبار السن. ده اعتقاد في كثير من العقول. لا لا لا, لا, لا خالص خالص. اسود. دي اسود. غيرت برضه المره دي. وده لازم يكون اسود. يعني بس بيني وبينك الاعتقاد ده شهير جدا لانه برضه حته الكثافه يقول لك انا ما عنديش عظم زراعه. في طريقه انت بتقدر تعمل بيها كومباكشن للعظم. يعني بتعمله كوندنسيشن. يعني بتعمله ضغط تكثيف للعظم وانت داخل عن طريق النوع بتاع الزرعه وعن طريق الـ 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 العرض بتاعها. في طرق ممكن احنا نتعامل بيها بس ما يكونش النوع معدي مثلا الدي 5. ما نعديش الدي 5 لان اكتر من كده هيبقى التكثيف في حد ذاته صعب. وما يكونش بيبقى عنده سكر فتره طويله وبيعتمد على الانسولين فترات طويله وان كنترولد. ما يكونش السكر يعني غير متحكم فيه. احنا هنا خلعنا حطينا عظم في المكان بتاع الزرعة اللي احنا هندخل بيها وهندخل دلوقتي بالزرعة بتاعتنا. ده موضوع ظريف جدا. موضوع الزراعه ده زراعه عالم ظريف جدا عالم. والعيان بينبهر وهو قايم بعد 10 دقائق. يعني بيحسسني وانا جيت المشوار ده كله عشان ال 10 دقائق دول. يعني بيحسسني برضه المفروض اعمل معاه يعني اكتر من كده. هذهب الى السؤال المنطقه الثانيه في حوارنا. المنطقه الثانيه فيها برضه كثير من الاشاعات او مش هنقول الاشاعات هنقول الترانس الاتجاهات. انت عارفه لعن الله الغاية. الغاية عندما تكون تسيطر على الإنسان
بتجعله أسير ليها وبيمشي وراها. هيتضح ليك المعنى دوت لما أسألك السؤال الأول. أوكي. في المتهم والغاني والجاني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ والله هو الجاني غاني في الغاني. غاني جاية من غانية يعني. هنروح لسؤال مهم قوي. من يروج؟ ما هي دي الغاية بقى، أن التركيبات الثابتة أفضل من الزراعة في الشكل الجمالي. ده صاحب غاية، ده متهم ولا جاني ولا بني؟ جاني. جاني يعني ده غاية، ده صاحب غاية. جاني عنده اكسبيرينس، عنده غنى ان هو غايه ان هو يقنع المريض بحاجه هو يقدر يعملها بالظبط يعني. اوكي بالظبط يا سيدي غايه. ان انت بتقنع اللي قدامك بالمنتج اللي انت متصور ان انت هتبيعهوله. لا هو مش، احنا مش بنبيع منتج، انت الصح بتاعك تعمل كذا، اللي يعمل الحركه الموضوع دوت، لا دوت كده بيبيع حاجه، احنا مش بنبيع في سوق. ان المفروض ان انت عندك علم بتتصرف بناء عليه. كون ان انت له اكسبيرينس في الموضوع دوت مش معنى كده ان المريض لازم يتحمل هذا. الا لو هو حابب القصه دي. مفهوم. هذا للسؤال برضو سؤال محرج. سؤال محرج. السيرك جهاز رائع بيؤدي دور رائع جدا جدا، لكن الاعتماد على السيرك في تجميل الاسنان بشكل اساسي. يعني ايه شكل اساسي؟ يعني انا ما عنديش غير السيرك وما بشتغلش غير سيرك. ده السؤال. هل هذا العمل نصفه بانه متهم ام جاني ام بريء؟ لا متهم. 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 طبعا. رغم ان السيرك رائع وهو الى اخره. ده غرامي. غرامي السيرك والليزر والحاجات الجديده دي. بس حضرتك ده كمبيوتر متغذي بمعلومات. انا انسان ليا ذوق، ليا تفاصيل انا حابب ان انا اظهرها. ده جماد، ده بني ادم، ما ينفعش ده يشكرمه على ده. يعني مثلا انت هنا بتعمل كراون للسنه دي، انت قلت له انا عايز اعمل كراون للسنه دي وصورتها له، بيديك بروبوزل يعني بيقترح عليك شكل معين على اساس ان هو يعني ايه يضيف لك معلوماته، ان هو عايز يقنعك بوجوده. انت توافق على سنه مكعبره كده ازاي ومنتوشه من الجناب وطالع منها نتوءات من السطح الخارجي وطولها مش مناسب وعرضها مش مناسب، فين ده الاكسبيرينس بتاعت الدكتور؟ بص الاجهزه الحديثه كلها حاجه بس لازم تتوظف صح. انت معاك عربيه احدث موديل في الدنيا كلها بس انت ما بتعرفش تسوق، هتقول لها سوقي لي؟ مفيش. انت دلوقتي عندك كراون اداك بروبوزل ان هو ده شايف الشكل المثالي، بص كراون طالع بره الجو مفارق يمين وشمال، في حتت ادخل من حتت، مش معمول فيه الكارفينج اللي انت متصوره، يعني مش معمول فيه شكل الكسبات والنتوءات بتاعت الضرس. انت توافق على ده ازاي؟ لازم انت تعدله وتحط الكراون دوت في مكانه، تقفل الفراغات يمين وشمال. على فكره من اكبر مزايا السيرك الخطيره اللي انا حقيقي يعني شابوه بالنسبه لي، ان انت معظم الترابيش اللي بتعملها في المعامل بتبقى مفرقه يمين وشمال وبتدخل اكل مع المريض. مهما بص 90%. ليه؟ لان دوت ده فني بيشتغل على جبس، لكن ده بني ادم. مع السرك لا، السرك بقى موضوع محسوب جدا، انت بتصور بيحسب لك دايمنشنز، بيحسب لك ويقول لك هنا هيدخل اكل، اقفل ولا ما اقفلش؟ انت تقول له اقفل، طب اقفل قوي ولا نص نص؟ طب اقفل فراغ يعدي فتله مثلا ولا ما يعديش هوا خالص؟ انت بقى بتسال المريض انت حابب ايه؟ او انا بستشف من ولما بسمع المريض من الاول انا بستشف هو حابب ايه؟ اطلع له الموديل اللي هو عايزه بالظبط. هنذهب الى المنطقه الثالثه في الحوار، اذا سنذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ طيب السؤال في الاول يعني برضو هقول لك ايه، مزعج ومحرج للكثيرين، ولكن هو كما فكرت فيه هناك ثلاثي ثلاثي بكثره الثلاثيات في عالم الاسنان اصبح لا غنى عن وجودهم في عيادات الاسنان، الاشعه المقطعيه والليزر والسلك. هذا الكلام وهم ولا شك ولا يقين؟ انت ليه ترددتي قوي كده؟ كوست عاليه، انت بتتكلم الثلاثي اللي انت اتكلمت فيه ده ملايين. ده ما ترددك جاي من احنا بنقول انه لا مش لابد. بالظبط، لكن ممكن انت على فكره تجيبه، ممكن على فكره تاجره، ممكن تتعامل مع المريض ده على اساس ان هو ابنك او اخوك، تعمل له احسن حاجه. ليه لا؟
لكن يسترك لا، يسترك ما ينفعش يتأجر ولا بالكلام دوت. لكن مثلا أشعة مقطعية إيه المشكلة؟ ما تبعته مركز للأشعة يكون بيعرضه سي بي سي تي. ليزر إيه المشكلة؟ على فكرة في 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 شركات عالمية بتأجره، إيه المشكلة؟ المهم إنك لما تعمل حاجة تعملها صح. لكن هو موجود في المركز، لكن مش لازم مملوك لصاحب المركز، مش لازم. بس لازم إنك لما تعمل حاجة تعملها صح. هو لو أنا عندي جهاز أو ببعت العيان يعمل الأشعة المقطعية يبقى كأن أنا بمتلكه. طبعا كأني بمتلكه. بالضبط. يعني بالزبط. انا كده كبناء اصلا من لا يستطيع الامتلاك يستطيع ان يتعامل مع الشيء. فخلاص انا المهم ان الكلاينت بتاعي يبقى واخد كل الرفاهيه، واخد كل الخدمه. بس مش عيب انك تسال حد يساعدك. مش عيب ان انت تبعت لمركز تاني. مش عيب ان انت تطلب المساعده من الاخرين. لكن العيب انك تعمل حاجه غلط وانت عارف انها غلط، لمجرد ان انت بتقول اصل انا ما بحبش اجر او ما بحبش ان انا اعمل. مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده. يعني مثلا ازاي الحاله ديت؟ الحاله ديت لطيفه جدا، ما فيش تقريبا الا الكام سنة دولت. الحالة ديت فيها بقى اكسبيرينس وفيها سرك وفيها ميكس ما بين كذا حاجة. احنا عملنا زرعات فوق حوالي 8، ركبنا عليهم سنان، اللي تحت ده كله اضغطت كراونز سرك ما خدناش وقت فيهم خالص. قدرنا نعمل الفاكة كله، جبنا نتيجة هايلة. بس الوضع ده بالذات عشان انا كل حاجه بقول لك بتاخد مني ساعه وساعتين ثلاثه، لا الوضع ده بياخد وقت. لان احنا بنحط الاول زرعات، وبعد كده بنعمل بلان جديده، ونعمل اشعاعات جديده، ونعمل عليها خطه ثانيه، ونغطي تحت كراونز. يعني دي حاله ما ينفعش تقال عليها دي خلصت في ساعتين، لا طبعا. بلا شك حوار ممتع ومثير، ودائما لها حضور خاص ومهريه متميزه، وانا بستمتع بهذا الحوار الذي انطلق في مناطق مهمه جدا في عالم طب الاسنان. الناس الحلوه ليس فقط برنامج طبي تعليمي تثقيفي فقط، ولكن اجتماعي مجتمعي قد يكون صادم في بعض الأحيان، يعني في أجزاء منه تتحول إلى منطقة الحوار الحقيقي، الحوار المجتمعي، الحوار الحالي، الحوار الحادث، الحوار الذي قد يقوم به البعض فيه بتجاوز الخطوط الحمراء، خطوط الحمراء للضمير، للمهنية، للعلم. وهذه الخطوط إذا تجنيت عليها وعبرتها، تأكد أنني سأكون لست أنا فقط، ولكن المفروض الأصوات العلمية ستكون لك بالمرصاد، وحذاري من هذا المرصاد. خليكم على سلامة.